الف مبروك اولا يا ابرام. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك. عايزينك تعرفنا بنفسك يا ابرام اولا ومدرسه ايه. انا ابرام جمال حنين من مدرسه ناصر الثانويه العسكريه بني. بس انا طيب انت عرفت النتيجه من مين؟ انا عرفت النتيجه من اصحابي. طيب انت علم رياضه، عايزك تقول لي ليه اخترت علم الرياضه؟ وانا هاوي الرياضه من زمان يعني، وبحب الرياضه مش وبحبها قوي يعني، يعني مساعده ابقى يعني قدام في الكليه ابقى متعمق فيها يعني ادرسها بشكل عام يعني، فكنت عشان كده اخترت علم الرياضه. بعدين غير كده من هوايتي يعني اللي هو الكمبيوتر وكده، فكنت كان نفسي ادخل هندسه كمبيوتر اصلا في الاساس كده. طيب انت كنت متوقع انك تطلع من الاول؟ لا صراحه ما كنتش متوقع، بس انا كنت عارف ان انا اجيب مجموع كويس يعني، بس ما كنتش متوقع ان انا اطلع من الاول الصراحه. طب التاثير اللي كان في ما يتردد على ان في تسريب من الامتحانات هو انا يعني عموما في فتره الامتحانات بالذات كنت بحاول اتجنب اي ميديا او اي حاجه بتتقال يعني عشان تاثيرها السلبي وكده، فاي حاجه كانت بتتقال او اي ميديا ما كنتش بسمع يعني اللي سرب او اللي ما سربش ما كانش بيفرق معايا. كنت عموما قبل السوشيال ميديا كلها، فما كانش بتوصلني الاخبار اصلا يعني غير من اصحابي او الناس اللي بتشتكي يعني بس، فبس انا ما كنتش مدي الموضوع اهتمام يعني. طيب عايزك تقول الامتحانات كانت لحاجات انت كنت شايف امتحانات السنه دي سهله عن السنه اللي فاتت، انت كنت السنه اللي فاتت ثانيه ثانوي وسمعت عن الامتحانات وصوت السنه دي كان امتحان شكله ايه بالنسبه لك؟ ولو احنا هنتكلم يعني عن علم الرياضه، انا ما اعرفش علم النوم، بس علم الرياضه الامتحانات كانت يعتبر في مستوى السنه اللي فاتت ما عدا امتحان الكيمياء يعني كنت بحسه اصعب شويه. بس والامتحانات يعني في امتحانات في مستوى السنه اللي فاتت وامتحانات اقل يعني، كل مستوى كل امتحان بيتفاوت مستوى يعني. بس عموما انا بالنسبه لي يعني شايف ان امتحانات الرياضه يعني كانت افضل من السنه اللي فاتت. بتعتمد على الدروس الخصوصيه؟ يعني عموما كنت باخد دروس خصوصيه في كل المواد تقريبا. طيب عايزك تقول لي دور اسرتك معاك يعني، هم دايما كانوا في ظهري الصراحه وما قصروش معايا وكلهم بيشجعوني وكده وبس. بالتوفيق يا ابراهيم وربنا يوفقك، واحنا عارفين ان انت بكره رايح النهارده مسافر بعد شويه للمدينه. بالتوفيق وربنا يا رجاله. موقع مصراوي طبعا احنا بنستمر في التسجيل مع طالب ابرام على رصيف محطه قطار اسيوط. لكل اللي بيشاهدوك يا ابرام على صفحه موقع مصراوي عاوزين يعرفوا انت عرفت النتيجه ازاي وهتتحرك للقاهره دلوقتي ولا عملت ايه؟ هو انا اصلا يعني انا ما كانش وصلني الخبر من الوزير لان انا التليفون كان مقفول وكنت بره اصلا، فعرفت من اصحابي وكده يعني، حد من اصحابي جه يقول لي انت طلعت من الاول جمهوريه مش عارف، انا ما كنتش مصدق اصلا بس، فعرفت من اصحابي يعني وبعد كده لسه راجع اصلا. انا اللي انا عرفته من اخوك الاكبر منك اللي هم في كليه الطب، انت الوحيد اللي دخلت انا الوحيد يعني علم رياضه يعني، هم كانوا بيهربوا من علم رياضه او حاجه زي كده. ايه السر بقى؟ انت ما خفتش او ما خفتش؟ لان انا كنت حاببها يعني، انا كنت حاببها قوي، كنت حابب يعني ان انا اكمل في المجال ده قوي يعني. اصعب حاجه جات لك في الامتحانات او اصعب ماده ايه؟ اصعب ماده ايه بقى شايف منها؟ هو عموما ما كنتش بعاني قوي في المواد يعني، انا كنت بحب اغلب المواد يعني وما كنتش بعاني في مذاكرتها، بس كصعوبه يعني يعني كامتحانات كانت طبعا اصعب امتحان كان الكيمياء. الباقي يعني انا ما كنتش بواجه صعوبه قوي في المواد يعني، انا كنت بحب اغلب المواد فما كنتش بواجه ما عدا العربي يعني. تتمنى تدخل كليه ايه وقدوتك ايه في الحياه؟ يعني انا كنت اتمنى انا من اول يعني وانا داخل سنه كنت كان هدفي يعني انا اجيب منها او ادخل جامعه خاصه يعني يعني بشكل موفق يعني، بس يعني كنت متارجت ان انا اجيب مجموع عالي عموما يعني وكنت بحاول يعني، فبس توفقت يعني. قدوتك مين بقى في مجال علم الرياضه او اخويا؟ اخر حاجه تقول لكل زملائك اللي كانوا في الثانويه العامه تقول لهم ايه، او لكل اللي بيسمعوك ده تقول لهم ايه؟ انا اقول له اجتهد يعني، اجتهد لان هي مستاهله فعلا مش زي ما الناس بتقول. في الكوره تشجع ايه؟ اشجع برشلونه. طب ومصر ايه؟ لا ما بسمعش دوري مصري. شكرا لحضرتك. دكتور جمال يعني واحنا في لايف موقع مصراوي لكل اللي بيشاهدوا وبيبعتوا لحضرتك تحياتهم في اللي ابن اسيوط ابن حضرتك ابرام من ضمن الاوائل. هل انت كنت متوقع ان ابرام يطلع من الاوائل؟ للامانه دور حضرتك للامانه لان هو طول عمره متفوق، هو واخواته في الدراسه متفوق يعني طول عمره، وحصل على النمر النهائيه في السادسه ابتدائي في الشهاده الابتدائيه، وبرضه الشهاده الاعداديه كان حصل على النمر النهائيه، وكان دايما في المدرسه بتاعته متفوق، وبرضه يعني من الاوائل على طول. اصعب حاجه مرت عليك كاب في تعاملك مع ابراهيم؟ والله انا ما فيش حاجه للامانه، هو بيذاكر يجي يستريح ويذاكر عدد ساعات كافي قوي. كنت بتقول له يعني ايه لو جالك قال لك يا بابا انا في امتحان خايف منه؟ لا ما قالش للامانه، ما قالش الجمله دي خالص، كان يقول لك الامتحانات معقوله وانا عملت اللي عليا بامانه واللي من الله يكون. يعني التوفيق كان يقول لي التوفيق من عند الله وانا مذاكر وحليت وخلاص. وزير التربيه والتعليم اعلن اللي هو هيتم او
غدا يعني مؤتمر صحفي بحضور طلاب الثانويه العامه، هل حضرتك هتكون مع مسافرين اهو الساعه 3 دلوقتي؟ رساله حضرتك بقى كل اب والله يوفر لابنه الراحه ويشجعه، واللي من الله يشجعه يعني يوفر لابنه الراحه ويشجع ابنه ويخلي اتكاله على الله. طب السر بقى اخر حاجه اللي يعني اخوات ابراهيم الاكبر منه يعني طب وهو بقى اللي داخل علم رياضه؟ والله والله الكبير كان عايز يخش هندسه للامانه، وانا اللي ضغطت عليه ودخلته علم علوم لان كنت محتاج لهم في الصيدليات معايا او في شغلي بس، فابراهيم قال لك لا انا مصر ان انا ادخل هندسه يعني او يقول هندسيه. انا هكمل طبعا، انت الشقيق الاكبر. ايوه بالظبط. طبعا زي ما قال الوالد ان كلكم يعني كليه طب وابرام علم رياضه. ايوه بالظبط. لكل اللي بيشاهدوك تقول للي بيسمعوك كنتوا بتتعاملوا ازاي مع ابرام عشان يطلع من الاول؟ هو احنا اهم حاجه كنا بنقولها له ان انت شوف اللي انت بتحبه واللي انت حاسس نفسك ان انت هتادي فيه وخش، يعني ما تحطش دماغك بقى علم علوم علم رياضه نوع الكليه ايه وهكذا. فبس دي اهم نصيحه واهم حاجه احنا عملناها معاه، وهو عارف مصلحته ما شاء الله يعني، واختار اللي هو حاسس نفسه هينجح فيه وعمله والحمد لله يعني. رسالتك بقى لكل اللي بيسمعوا دول؟ انا رسالتك يعني انا رسالتي لاي حد بصراحه ان انت يعني لازم تفكر تستغل الفتره اللي قبل ثانويه عامه ان انت تفكر كويس ايه اللي انت عايزه، ايه هدفك، ايه اللي انت بتحبه، وان انت تمشي وراه، وان دي اكتر حاجه هتضمن لك النجاح. سيبك من اي كلام، سيبك من اي حد يقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا، اهم حاجه اللي انت عايزه وتتوكل على الله وان شاء الله يعني تحقق هدفك. اعزائي المشاهدين متابعي موقع مصوفي كل مكان، كما تشاهدون احنا يعني اجرينا لقاء مع طالب حاصل على المركز السابع في علم رياضة على مستوى الجمهورية، وده قبل لحظات قليلة من توجهه إلى محطة قطارات محافظة أسيوط للتوجه إلى القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم. شكرا لمتابعينا، شكرا لكم.